لو بتسمع عن أماكن كتير بس ما شفتهاش قبل كده ونفسك تشوفها، أو لو حابب تتمشى في كل شوارع مصر وتتعرف على كل معالمها وانت قاعد مكانك، خليك معايا. أنا أحمد ودي قناة شوارعنا. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد، فيديو سريع كده ان شاء الله. النهاردة هيكون عن اخر تطورات تطوير الكورنيش ومشروع ممشى اهل مصر. انا حاليا يا جماعة الكورنيش، والمفروض ان الممشى على ايدي الشمال، ودي المرحلة اللي احنا فيها، دي يعتبر الجزء الاول من المرحلة الثالثة. وعلى يميني في مستشفى مشهورة من اشهر المستشفيات هنا، وهي مستشفى معهد ناصر. على اليمين هنا اهي الباب بتاعها لسه قدام، بس هنضطر بقى ان احنا ناخد اليوتيرن من هنا. وفي في الوش كوبري تحيا مصر اللي هو محور رود الفرج. انا بس يعني حبيت ان انا اعمل لكم الفيديو ده سريعا كده عشان نشوف شكل الكورنيش واخر التطورات اللي حصلت فيه. وهسيب لكم في صندوق الوصف في فيديو كامل عن مشروع ممشى اهل مصر، فيه وصف دقيق ومعلومات باستفاضه، والمشروع ده بيبدا منين وبينتهي فين وكل المراحل اللي فيه. لكن انا بس دلوقتي اعمل لكم فيديو بسيط كده نشوف، لان انا لما صورت الجزء او الفيديو بتاع ممشى اهل مصر كان السور الازرق ده مغطي المكان كله، لكن دلوقتي ابتدى يتفتح اجزاء منه وابتدى شكل نهر النيل يبان. وكمان في هنا زي مراسي كده للناس اللي حابه تاجر مراكب، بيبقى الاسعار مناسبه جدا والاماكن كويسه ومعقوله. في على اليمين دي كلها عباره عن مراسي، المراكب واقفه تحت بس الكاميرا مش جايبها. هتلاقوا اكتر من مرسى موجودين هنا، الاسعار بتكون تقريبا انت ممكن تأجر مركب ساعه ب 200 جنيه تقريبا، يعني بتشيل حوالي 10 افراد، وفي مراكب بتبقى مساحتها اكبر، وفي يعني الاسعار بتكون معقوله يعني. لكن لا، اللي على اليمين ده خاص بالمهندسين، الناس اللي شغالين في المشروع. والفيديو ده طبعا مش هيكون طويل، هيكون فيديو سريع كده بس افرجكم على اخر التطورات وشكل نهر النيل بعد ما ظهر. يعني بصوا شايفين مرسى وفي مراكب هنا اهي، اعتقد الدنيا باينه من هنا اكتر. احنا كده يا جماعه يعتبر في منطقه الساحل، شبرا مصر، كورنيش شبرا مصر في منطقه الساحل. وهيجي على في وشي، هيجي في وشي دلوقتي المطلع بتاع كوبري الساحل اللي هيودينا اتجاه الجيزه بقى، سواء امبابه او الوراق. في عربيه كانت راكنه جوه وبتخرج، عباره عن مرسى وبقوا لانشات ويخوت سعيد قطب. وعايز اقول لكم ان الجزء ده ان شاء الله باذن الله لما يخلص هيكون، يعني اعتقد يعني ان هو هيكون من اجمل الاجزاء، لان الكورنيش او الجزء ده عموما ما فيهوش حركه كتير غير المرحله الاولى، اللي هي اصلا يعني من قبل اصلا ما الكورنيش يتطور كان الجزء بتاع المرحله الاولى ده مكان للناس كلها بتنزل تتمشى فيه وتقعد فيه على النيل. الجزء ده يعني كان صعب شويه بس الحمد لله. هنشوف بقى يعني، بصوا دي اخر التطورات اهي، بصوا شكل النيل عامل ازاي. عايز اقول لكم ان اللي ظاهر الناحيه الثانيه ده، دي الوراق، منطقه الوراق، كورنيش الوراق، يمكن انا صورته قبل كده. وهتلاقوا في مبنى عالي، المبنى ده اللي هو تابع لوزاره الري، اللي اول ما بننزل من كوبري الساحل يمين بنلاقي وزاره الري على يميننا. ده شكل الكورنيش اهو وشكل النيل. طبعا مشروع ممشى اهل مصر هو عباره عن 3 مراحل، المرحله الاولى اللي هي يعتبر اكتملت، اللي هي ما بين كوبري 15 مايو وكوبري امبابه، دي المرحله الاولى. والمرحله الثانيه اللي هي من كوبري الساحل لكوبري امبابه، ومن كوبري 15 مايو لكوبري 6 اكتوبر، يعني المرحله الثانيه مقسومه نصين. والمرحله الثالثه برضو مقسومه نصين، اللي هي من تحيا مصر لكوبري الساحل، ومن قصر النيل لحد كوبري القصر العيني. والكلام ده هتلاقوه مشروع على الخريطه بالتفصيل في فيديو هسيبه لكم في صندوق الوصف وفي اول كومنت ان شاء الله باذن الله. وده اللي على شمالي ده مطلع لكوبري الساحل اللي هيودينا اتجاه الناحيه الثانيه اهو، الكوبري واضح قدامكم طبعا زي ما انتم شايفين الممشى. الكوبري الناحيه الثانيه لو عدينا نلاقي 3 نزلات، اللي هو يمين الوراق على طول شارع الوحده، شمال اتجاه ميدان الكتكات. بس انا حابب برضو ان انا اوريكم شكل الممشى واخر التطورات اللي حصلت فيه. المكان هنا يا جماعه يبقى جميل جدا ان شاء الله، في انتظار بس الميكروباص اللي قدامي يخلص عشان نقدر نكمل. ده كوبري الساحل، طبعا كوبري الساحل ليه اكتر من مطلع ومن منزل. وعايز اقول لكم في جزء كده هيجي على
التابع لكوبري الساحل اللي هو على الشمال ده، ده هينزلنا على طول على عند شارع عبيد وعند مطعم صبحي على شارع عبد القادر طه، عند شارع عبيد تحديدا. طبعا يا جماعه بقى يعني احنا تقريبا كده خلصنا، وزي ما بنقول كل حلقه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ونحقق هدفنا مع بعض، وهو تخطيط كل شوارع مصر. وشكرا جدا لكل الناس اللي بتتابع قناه شوارعنا واللي بتحب قناه شوارعنا، وشكرا جدا للناس اللي بتشير الفيديوهات بتاعتي واللي بتعمل لي لايك. واستناكم ان شاء الله في البث الاسبوعي لقناه شوارعنا اللي هو اصبح يوم الجمعه، كان يوم الخميس وبقى يوم الجمعه الساعه 4 تحديد تقريبا، مش تحديدا يعني، في حدود الساعه 4 كده ان شاء الله باذن الله. واسيبكم بقى دلوقتي يعني، ممكن نكمل تمشيه على الكورنيش كده شويه، مع الف سلامه. Thank you.